إذا من صنع الأزمة بالرمثة؟ لا هي إداريا هذه القضية بنرجع للحكومة. أخي إيش قضية كروز دخان؟ إيش قضية من هالنوع؟ قضية صغيرة جدا. أقسم بالله أنني أخجل من على برنامجك أنه أقعد وأتناقش في قضية أنه المواطن مسموح له كروز ولا كروزين يا أخي، أنه يدخن مع دخان. لا. يا أخي دولة بهزها كروز دخان هزت إيرادات. هل هذا معقول؟ أنت تحدث لي عنه وأنت راحت علي أطنان من كروزات الدخان في فضائح أخرى. خسرت الدولة الأردنية 570 مليون. نعم. خسرت مصلحة الضرائب، ضريبة الدخل خسرته، والمبيعات خسرت 570 مليون في قضية الدخان. إيش قضية إنه دخل كروز دخان وسويت لي إياها قضية؟ القضية الثانية إنه المعالجة، إحنا الحدود مع سوريا تقريبا هي فتحت، الجابر فتح. ليش يا أخي الآن إحنا هذا هنا أنا كنت أتوقع أن الحكومة أن تتخذ إجراءات فعلا لتحسين وضع الرمثة. دولة كان عفوا حدودية، مدينة حدودية تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على قضية التبادل التجاري. معبر جابر لغاية الآن ما عم بمارس دوره، في خلافات بين الطرفين وفي المفروض أن عالجناها مثل ما عالجناها مثل مدخل طريبيل مع العراق. نسبيا الوضع أفضل الآن في المعبر هذاك. أنا أعتقد أن القضية إدارية كانت في الرمثة، وأعتقد أنها في الكرك أيضا قضية إدارية من إجراءات حكومية. نعم. وأن التعامل الدولة العميقة فيها والأجهزة الأمنية هو الحل.